ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت، ومن القدس ينضم إلينا المحلل السياسي يوني بن مناحيم، كذلك ينضم إلينا من العاصمة المصرية رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس. أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة. نناقش إذن الآن هذا المقترح الذي يطرح من قبل حماس. دكتور سمير، حماس كانت تشترط وقفا نهائيا للنار، ولكن على ما يبدو بحسب هذا المقترح المسرب في وكالات أنباء فهي الآن تطالب بوقف للنار لمدة 6 أسابيع فقط في المرحلة الأولى. هل هذا ما طرح فعلا بحسب ما تعرفه من معلومات أو بحسب توقعاتك، وكيف وصلت حماس لهذا الطرح؟ يعني بصرف النظر عن التصريحات النارية المتشددة من قيادات حماس في الخارج على الأقل، فإننا إزاء تنازلات حقيقية قدمتها حماس أو مرونة قدمتها حماس في الفترة منذ الاجتماع الذي كان في القاهرة حتى الاجتماع الذي سيلتئم غدا في الدوحة. الأول، المرونة الأولى تتعلق بكان مطلبها أو سقفها المرتفع هو وقف دائم ونهائي لوقف إطلاق النار. الآن هي تقبل ب6 أسابيع أو 7 أسابيع على أن يعلن بعد هذه المرحلة الأولى عن موعد لوقف نهائي لإطلاق النار. المسألة الثانية أنها كانت تطالب الكل بالكل، أي كل الأسرى، مقابل ما يسمى بالمصطلحات الفلسطينية تبييض السجون، أي الكل بالكل، وهذا أيضا تراجعت عنه وأبدت مرونة في أنه صفقات فيها أعداد، يعني هذه الأعداد هي محل النقاش الآن. المسألة الثالثة التي لم ينتبه لها الكثيرين أنها قدمت للإسرائيليين معلومات حول الأحياء من الأسرى أو الرهائن الإسرائيليين. المسألة الرابعة هي أن قدمت معلومات قبل أسبوع عن 4 قتلوا من الرهائن الإسرائيليين، وبذلك يرتفع العدد على الأقل من وجهة النظر الإسرائيلية. إسرائيل أبلغت 33 من أسر الرهائن أنهم قتلوا أثناء المعارك، ربما بنيران صديقة أو إلى آخره، يضاف لهم 4 الآن يعني 37، وليس معروفا بعد ما هو العدد الحقيقي لأعداد القتلى من الرهائن، لكن تقديم معلومات حول قتلى 4 يرفع العدد إلى 37، وهو ما يعني تقدم، لأنه جزء كبير من المفاوضات يجري حول الأرقام ونوع هذه الأرقام، الأرقام الأسرى والرهائن ونوع هذه الأسرى والرهائن. وبالتالي ربما بكرة كما قال بلينكين يجري تكسير الفجوة ما بين الموقفين. عسى أن نعرف أن نتنياهو ما يزال يتشدد ويعطي الأولوية للعمل العسكري، ويعتقد واهما أنه مزيد من الضغط العسكري يمكن إما أن يحرر الرهائن أو على الأقل يزيد من مرونة حماس في الشروط التي تعرضها في هذه الصفقات. إذن حماس قدمت تنازلات كبيرة في الكثير من النقاط كانت شروط أساسية ترفض التنازل عنها بداية. دكتور سمير، هذا أنقله لي السيد يوني بن مناحيم. حماس في إطار كذلك مقترحها الذي سرب الآن في وكالات أنباء أمريكية تقترح إطلاق سراح 35 إسرائيليا مقابل 350 فلسطينيا. الجديد كذلك هذه المرة بأنها تتحدث للأول مرة أنها ستطلق جنديات إسرائيليات في المرحلة الأولى من المراحل الثلاث لهذه الخطة. أليس تنازلا كبيرا من حماس لحد أن إسرائيل ستقبله بلا محالة؟ لا أعتقد في هناك مرونة صحيح بالخطة الطريق الجديدة لحماس بالمقارنة إلى الخطة الأولى، ولكن هذه ليس كافية لكي توافق إسرائيل على هذه الخطة لسببين. السبب الأول هو إنه حماس تريد وقف الحرب وهذا مرفوض، والمسألة الثانية هي بقاء حماس وقف الحرب سيكون في المرحلة الثالثة وليس في المرحلة الأولى، وهذا تقدم. أنا قلت أن في هناك بعض المرونة، ولكن علينا أن ننظر إلى الصفقة ككل. ووقف الحرب مش مشكلة، المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة. وقف الحرب من حيث المبدأ هو مرفوض من قبل إسرائيل، والموضوع الثاني هو بقاء حماس في الحكم بعد الحرب. إسرائيل لم تخرج إلى هذه الحرب لكي تبقى حماس في الحكم بعد الحرب، لأنه السؤال هو ماذا يجري بعد الحرب. إسرائيل لا تستطيع أن تعيش
إلى جانب قطاع غزة، وحماس هي تحكم غزة وتهدد بارتكاب المزيد من الهجمات والمجازر في الشارع الإسرائيلي. هذا ما تقوله إسرائيل، ولكن من الناحية الأمريكية لا للأمريكية إسرائيل، لا إسرائيل، هو في هناك كبير في مؤسسة حماس اسمه غازي حمد، وهو وعد إسرائيل بالمزيد من المجازر. كذلك في غازي المقابل حماد يتحدث، درجة تانية في حماس، درجة أولى درجة تانية، هذا ما بهم المستوى السياسي في إسرائيل ما دام في هناك تصريحات لا من لا لا هذا النوع. يهمك، لا لا يهمك، نعم ضروري لازم نقارن مع، لازم نقارن مع بن غفير ساعتها، ونقارن مع سومتريتش، ونقارن مع اليمين المتطرف في إسرائيل. يا سيد إذا أردت، العزيز، إذا أردت، يا فلدى سيد العزيز، إسرائيل نعم من اليمين يا المتطرف سيد الكثيرين العزيز، الذين الحماس، يدلون بتصريحات تدمر كل السلام. حماس تقول بصورة واضحة بأن هي تريد فلسطين من البحر إلى النهر وتدمير دولة إسرائيل، وهذا على رأس تصريحات خالد مشعل وأيضا نعم، سومتريتش يقول نفس ونتنياهو كذلك الكلام، قال هذا وبن الأمر. غفير يقول نفس الكلام. سيد يوني بن مناحيم، سيد يوني بن مناحيم ودكتور سمير غطاس، سومتريتش يقول نفس الكلام، وبن غفير وحتى يقول بنيامين نفس نتنياهو الكلام تحدث وأسوأ. بالشكل ذاته، وكانت هناك اتهامات وتحذيرات لقتل الفلسطينيين منذ البداية من قبل الإسرائيليين. أنتقل للدكتور إحسان، سأعود إليك بالتأكيد سيد يوني بن مناحيم ودكتور سمير في هذه النقاط، ولكن نشك فيها هذا الحوار أيضا دكتور إحسان، ولكن من وجهة نظر أمريكية هذه المرة للولايات المتحدة الأمريكية الشروط تتعلق بعملية رفح وتتعلق كذلك بضرورة الدفع، دفع التفاوض هذا. على ما يبدو الآن إسرائيل على الأقل نظريا ذاهبة نحو عملية في رفح. الحكومة الإسرائيلية صادقت على هذه الخطة لعملية رفح، ولم تقدم خطة للأمريكيين تتعلق بحماية المدنيين. ما شكل الرد الأمريكي في حالة شنت إسرائيل فعلا عملية دون أن تقدم هذه الخطة للأمريكيين؟ دكتور إحسان، على ما يبدو ثمة خلل تقني كان معنا. الدكتور إحسان تسمعني الآن؟ نحاول نسمعك الدكتور إحسان، ولكن على ما يبدو ثمة خلل تقني، نحاول إصلاح هذا الخلل ثم نعود إليك مرة أخرى. الدكتور سمير، دائما في مسألة هذه الشرط أو هذه الشروط لحماس أو هذا المقترح الجديد والذي على ما يبدو تنازلت فيه حماس عن الكثير من النقاط السابقة، هل يمكن القول أن حماس خضعت فعلا ل ضغوط الوسطاء دكتور سمير؟ يعني بصرف النظر عن موقفنا السياسي من حماس الذي عليه ملاحظات كثيرة، لكن ومع ذلك فإنه حماس قابلة للانضغاط، قابلة للمرونة. إذا قارنا موقفها السابق المعلن بموقفها الحالي الموجود، فإنها أبدت مرونة ما. المشكلة في عند الجانب الإسرائيلي، لا يمكن التعلل مثلا بتصريحات يعني عضو قيادي في حماس من الدرجة الثانية، وهو بالمناسبة كان الأقرب وأجرى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وهنا يجب أن أفتح قوس لأقول أن كل حماس بما فيها هنية بما فيها السنوار هم أصدقاء نتنياهو، والكلام ليس لي فقط، الكلام لمفوض العلاقات الخارجية في إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، الذي قال أن نتنياهو هو الذي دعم حماس في قطاع غزة على حساب السلطة الفلسطينية في رام الله. وبالتالي فإنه لا يجب أن نضع العصي في دواليب هذه العملية. إذا أردنا بالفعل، إذا أرادت بالفعل إسرائيل أن تخلص الرهائن الموجودين لها وتدفع العملية إلى الأمام، فهذا أمر يجب أن تبدي هي الأخرى مرونة، ولا ترتبط فقط بموقف نتنياهو الذي يعرف السيد مناحم أنه يؤجل هذه العملية لأسباب شخصية تتعلق بتأجيل طرح وقوفه أمام المحاكم الأربعة وأمام الانتخابات التي ستأتي وتزيح من ساحة التاريخ ومن مكانه التاريخي إلى السجن أو ربما إلى أقصى من ذلك. إذن ترى مرونة أنا في أعتقد حماس مقابل المرونة، نعم عليها، على إسرائيل إذا كانت حريصة على الرهائن والأسرى، وحريصة لأن هذه مرحلة سوف تعقبها مراحل أخرى ربما تأتي بشروط أكثر، لكن عليها أن تمرر هذه المرحلة، خاصة وأنها لن تخوض، وهنا أؤكد لن تخوض أي حرب في شهر رمضان في رفح. نعم،
ولكن إسرائيل في المقابل وضعت خطة دكتور سمير، لا أعلم إلى أي درجة هي مستعدة جديا. وضعت خطة النهاردة بلينكين قال، بلينكين قال أن هذه الخطة لم تعرض على أمريكا ولم تأخذ موافقة أمريكا، ولم يتم إخراج أي من 1,300,000 مواطن اللي في رفح، وبالتالي فالعملية مؤجلة. ولهذا واشنطن تدرس خيارات للرد في حال شنت إسرائيل عملية، وإن كنت تستبعد دكتور سمير هذه المسألة، ولكن هذا سؤالي لدكتور إحسان مرة أخرى نرحب بك. ما خيارات واشنطن للرد على إسرائيل في حال شنت عملية عسكرية برية في رفح؟ الأمريكي يتفاعل مع الموضوع الإسرائيلي بمقاربة النصائح. يعني منذ اليوم الأول قال الأمريكا الإسرائيلي لا تدخل إلى غزة، إذا دخلت إلى غزة هناك كارثة، سيكون لك ولد فلسطينيين، طبيعة المكان، طبيعة الحرب المدن. ولكن إسرائيل لم يكترث، دخل وقال أريد تحرير الرهائن والقضاء على حماس، ووافق الأمريكي على ذلك. ودخل الإسرائيلي ولم يستطيع تخليص الرهائن بالقوة، ولم يستطيع القضاء على حماس. فالأمريكي براغماتي، الأمريكي يقول له أنت وصلت إلى حائط مسدود، يجب أن تفاوض ويكون هناك وقف إطلاق النار، يعني عمليا بينهم يعني. ولكن الأمريكي لا يضغط على الإسرائيلي، ينصح الإسرائيلي ويعني يتدخل مع الإسرائيلي، يعطيه نصائح، والإسرائيلي لا يكترث. هناك نصائح، الحرب ما زالت مستمرة على رفح، ما زالت إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية، لكن ليس هناك اجتياح. ولكن المشكلة الكبيرة، ولكن حينما يقول الأمريكي إنهم يدرسون خياراتهم للرد، ربما الأمر يتجاوز مسألة النصح فقط. صحيح، ولكن الأمريكي لن يضغط على إسرائيل، لن يكون هناك عقاب لإسرائيل. بايدن لن يعاقب إسرائيل، يعني ليس هناك في مفردات العلاقة بين بايدن وإسرائيل كلمة ضغط. يعتبر أنه إسرائيل تقوم بقرار خاطئ مثلا فينصحها، ولكن لن يضغط عليهم، لن يجعلهم يدفعون ثمنا لما يفعلونه. لذلك هم يتمادوا. يعني هذا الدعم الأمريكي غير المحدود هو الذي أوصل الوضع إلى هذا. هناك هزيمة إسرائيلية في غزة لم تحقق أي من أهدافها، وما زالت تستمر، وهناك كارثة إنسانية، وإسرائيل في محكمة العدل الدولية، وليس هناك أفق لحل هذه المشكلة. دكتور إحسان، لا يفهم هنا في المنطقة ما تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بخطة لحماية المدنيين. أي عملية عسكرية برية بالتأكيد ستقتل المدنيين وستؤدي إلى حركة نزوح. ما الذي تنتظره الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل كخطة في حين تشن عملية برية عليها أن تحمي كذلك المدنيين؟ كيف يتحقق الأمر بحسب الأمريكيين؟ يعني عودتهم إلى مناطق أخرى في غزة، التعاون مع الجهات الأممية لعودتهم إلى شمال غزة مثلا، أو مناطق أخرى آمنة في غزة. ولكن الإسرائيلي لا يريد ذلك. الإسرائيلي ليس هناك أي مكان آمن في غزة، ولا يريد أن يقدم أي شيء للفلسطينيين، يريد التنكيل فيهم، يريد تعذيبهم، تجويعهم. يعني سياسة الإسرائيل هي أنه يحلمون أنه ينتهوا في غزة، ينتهوا من غزة إلى مصر. ما زال يحلم هناك في من في الحكومة الإسرائيلية يريد ترحيل الفلسطينيين. الأمريكي لا يريد المواجهة مع إسرائيل، لأنه يعتبر أنه بايدن يعتبر إسرائيل حليفة أمريكا. إسرائيل عنده موقف عاطفي من إسرائيل، ولكن إسرائيل تتمادى. وإذا يعني هو حتى أعطاهم يعني إشارات متضاربة، لأنه من ناحية يقول لا أريد أن أرى 30,000 قتيل إضافي، ولكن ماذا لو كان 20,000 قتيل؟ ما إسرائيل ما زالت تضرب في رفح، يعني لم تتوقف في رفح الفلسطينيين. نعم، إذن المطلوب من الإسرائيلي اليوم، وهذا سؤال للسيد يوني، هو مرونة مثل ما يقول الدكتور سمير، أو تجاوب مع هذا المقترح من قبل حماس. هل ستنسحب إسرائيل أو ينسحب الجيش الإسرائيلي من الطريقين الرئيسيين اللذين يتحدث عنهما أو تتحدث عنهما حماس، وعلى الغالب تقصد شارع صلاح الدين وهارون الرشيد؟ وهل ستسمح بعودة كل النازحين من الجنوب إلى الشمال؟ لا أعتقد ذلك. النازحون سيعودون إلى شمال القطاع فقط بعد انتهاء الحرب، وبعد إسقاط حكم حماس في القطاع، ومن ثم سيسمح لكل المواطنين بالعودة إلى منازلهم. ولكن الآن في هذه المرحلة إعادة السكان إلى شمال قطاع غزة، هذا يعني أن المقاتلين لحماس يتسللون إلى هذه المنطقة بلباس مدني ويوصلون. حماس تحدثت عن عودة النازحين، ولكن هذه المرة في المقترح المسرب لم تذكر كل النازحين أو جزء من النازحين. ماذا إذ ربما توافقت مع إسرائيل حماس بضرورة أو بإمكانية عودة من هم أكثر من 45 عاما ودون 16 عاما؟ هل سيبدو مقبولا للإسرائيليين هذا؟
أنا أعتقد بأن إسرائيل تقبل بعودة النساء والأطفال ولكن ليس بعودة الرجال. نعم نعم في هذه الحالة أنتقل للدكتور سمير في مسألة عودة النازحين مرة أخرى، وأذكر بأننا نتحدث عن تسريبات لوكالة أنباء، وبحسب مصادر أيضا إلى غاية الآن لا أحد يعلم طبيعة المقترح الذي يقدم من قبل حماس ولا طبيعة التفاوض الجاري الآن والذي سينطلق غدا مرة أخرى فيما يتعلق بوقف النار وبإعادة السجناء والأسرى من الجانبين. دكتور سمير، عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، هل يمكن لحماس أن توافق على شروط أو على تخفيض شروطها فيما يتعلق بالنازحين، تحدد هوية أعمار النازحين؟ هذه إحدى القضايا، يعني إلى جانب قضايا أخرى، قضية عودة النازحين الذين أخرجتهم إسرائيل تحت الضغط العسكري من الشمال إلى الجنوب. الآن إحدى القضايا الأساسية هي عودتهم إلى يعني أماكن سكنهم. هناك اقتراح يحاول أن يجسر الفجوة بين الطرفين. إسرائيل ترفض تماما عودة هؤلاء إلا تحت التفتيش الأمني، البصمات الوجه إلى آخره وتركيب كاميرات. الحماس تقول أنه لا يجب يعني اتخاذ مثل هذه الإجراءات. أعتقد أنه أحد المقترحات التي قدمت هي أولا عودة الأسر وما هم فوق سن التجنيد، يعني 45 إلى ما فوق، وأيضا ربما عودة 150 إلى 140 إلى 150 من الشباب بعد فحص أمني، بمعنى إذا لم يثبت أنهم من كوادر حماس أو كانوا من المنتمين لحماس يمكن عودتهم مرة أخرى إلى أماكن سكنهم في الشمال. هذه نعم. بعض الاقتراحات المسربة وليست مؤكدة. نعم. طبعا نحن نتحدث بشكل عام عن التقارير. مرة المسألة، ولكن دكتور الأخرى سمير في هذه النقطة اعذرني على المقاطعة، القوات تفضل. مسألة موافقة حماس على شروط إسرائيل المتعلقة بهوية أعمار النازحين، أليست ربما أو ألا يعتبر تنازلا كبيرا وخطيرا بالنسبة للعائلات الفلسطينية، مسألة الفصل بين العائلات وحتى منع الشباب من العودة لمناطقهم؟ المشكلة أننا لا نعرف من الذي يفاوض عن حماس. نعم. هل هم قيادات الخارج الذين خرجوا هم وأسرهم دون أن يخرجهم أحد من قطاع غزة، ولا السنوار والمجموعة العسكرية الموجودة في قطاع غزة والتي هي صاحبة القرار الأول والأخير في هذه المسألة؟ هذا أمر حتى الآن لم يحسم ولا أحد يستطيع أن يقرر ما إذا كان هذا صحيح أو غير صحيح. لكن دعيني أقول بشكل منطقي وإنساني، الأسر مزقت وفي أسر في قطاع غزة شطبت من جدول السكان تماما، يعني لم يعد لها وجود في جدول السكان على الإطلاق. نعم. قتل الجد حتى الأطفال وحتى الأجيال الجديدة. إذا تم إعادة جزء من الأسر، إذا قبلت هذه الأسر عودتها مؤقتا إلى عدة أشهر ثم تعود جميعها، هذه المسألة تخص السكان نفسهم، تخص المواطنين الفلسطينيين نفسهم، ولا أحد يستطيع لا منعهم ولا إرغامهم عن العودة. نعم. أريد أن أشير إلى نقطة أخرى كنت أشرت إليها في مقابلات سابقة، وهي إعادة انتشار القوات الإسرائيلية. إسرائيل تقول إخراج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بالطبع إسرائيل رفضت هذه المسألة. هناك اقتراح بإعادة تموضع وانتشار القوات الإسرائيلية خارج المدن، لذلك كان هناك اقتراح بعد انفضاض الجولة الأخيرة في القاهرة بأن تعود الاجتماعات مرة أخرى مع خبراء أمنيين يرسموا خرائط لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج المدن حتى يكون الأمر يعني واقعي وملموس، ونعرف من هو ما هي الخطوط المحددة لإعادة الانتشار وتكون قابلة أو لا. أضيف نقطة أخيرة، وهي أن جزءا هاما وأساسيا من حكومة الطوارئ في إسرائيل، وأعني بذلك الجنرال أيزنكوت وهو واحد من أشهر الجنرالات في إسرائيل ووزير الدفاع السابق والمرشح الأكبر لخلافة نتنياهو جانتس، هم الاثنين أعلن أنهم يوافقون على صفقة أولى على الأقل بالشروط المطروحة لتحرير الرهائن وتبادل الأسرى. نعم. لأن يجب أن أضيف هنا أن نادي الأسير الفلسطيني ذكر أن أعداد الأسرى لدى إسرائيل 9,100 أسير،
عدا عن أعداد غير معروفة إسرائيل لم تعلن عنها من الذين اختطفتهم من قطاع غزة، ولا أحد يعرف عددهم ولا هم أين. وبالتالي تحرير 100 أو 1000 لا يفرق كثيرا مع إسرائيل. أعداد النازحين ازدادت حتى بعد 7 من أكتوبر. ولا يفرق أيضا مع حماس. نعم، أعداد النازحين ازدادت بعد طبعا أكتوبر. ولا يفرق مع حماس التي ما يزال سوف يتبقى لديها مخزون من الرهائن تستطيع أن تساوم عليهم في المرحلة الثانية والثالثة. نعم، أنتقل إلى وجهة النظر الأمريكية في كل ما يجري الآن مع الدكتور إحسان. إلى أين تميل الجهود أو التوقعات الأمريكية على الأقل الآن؟ إلى تفاوض جدي، إلى دعم هذا التفاوض واعتقاد أمريكي بأن ثمة أمل ليتوصل لهدنة؟ شوف، الجانب الأمريكي يتمنى أن تكون هناك هدنة، ويتمنى أن تكون هناك وقف إطلاق النار، ولكن لا يريد الضغط على الإسرائيلي، هو يريد ما يريده الإسرائيلي، يحاول إقناع الإسرائيلي، يعني تحول إلى الضغط العلني المعنوي، يعني لما تشاك شومر أكبر يهودي مسؤول يهودي بأمريكا ينتقد نتنياهو شخصيا، يعني معناتها وصلت الإدارة الأمريكية لحائط مسدود مع الجانب الإسرائيلي. حتى حماس يعني تظهر مرونة كما تفضل ضيفك من القاهرة. والعرب يتشوق وقول وقف إطلاق النار ولو مؤقت بالنسبة لرمضان، ولكن الإسرائيلي هناك في الحكومة الإسرائيلية من لا يكترث رمضان، لا يكترث أي شيء، يعني سمعة إسرائيل لا تهمهم، ولكن أمريكا عندها سمعة تهتم لها، عندها موضوع رمضان تهتم هي وحلفائها، ولكن الإسرائيلي لا يكترث. الإسرائيلي لا يعتقد أن عنده أي ضوابط، ليس هناك ضغط حقيقي من الولايات المتحدة، لذلك هم يتمادون، وهو ما يزال نتنياهو يقول أريد أن أدخل في حرب أكمل على حماس. نعم. في رفح المصرية. دكتور إحسان، حينما كنا نتابع التفاوض سابقا كانت الولايات المتحدة الأمريكية صريحة في اتهامها لحماس بأنها من تعرقل تفاوضا جديا وتوصلا لإطلاق النار أو لصفقة. هذه المرة بعد هذه التنازلات أكيد. بحسب المسرب دائما لا نعلم بالفعل إن كانت هذه النقاط كلها صحيحة، ولكن هل يمكن لواشنطن هذه المرة أن تغير خطابها قليلا فيما يتعلق بعدم مرونة إسرائيل؟ يعني شوفي، بالنسبة لهم يعني هم مشكلتهم أنه دعم إسرائيل غير محدود، ولكن نتنياهو هو الذي يقود هذا الحكومة تقود إسرائيل اليوم، فوضع صعب بالنسبة لبايدن وإدارته أنه مواجهة مع إسرائيل، يعني لا يريد مواجهة مع إسرائيل، ولكن مواجهة حتمية إذا أراد يعني فرض هدنة ولو أنها مؤقتة، ولكن إذا ما ضغط يعني يعتقدوا بالكلام ينفع الكلام، يعني الكلام لن ينفع مع هذه الجماعة في إسرائيل، يعني حتى كلام القاسي من كمالا هاريس لن ينفع، هو انتقدها، يعني في كلام شديد بالنسبة لإسرائيل، ولكن فعليا على الأرض الإسرائيلي يعرف أن لن يكون هناك أي ثمن لتعنته وتمسكه بمواقفه. نعم، سؤالي الأخير لسيد يوني بن مناحيم، هل ستذهب إسرائيل هذه المرة لقبول شروط حماس أو تنازلات حماس في هذه الصفقة؟ أنا أشك بذلك، وأنا لا أقدر بأن نتنياهو يستطيع أن يذهب ضد إرادة الشعب الإسرائيلي، والشعب الإسرائيلي حسب استطلاعات الرأي العام الأغلبية في إسرائيل تريد إسقاط حكم حماس، ولذلك نتنياهو لن يستطيع أن يوافق على شروط حماس. نعم، ولكن ربما هذا الأمر مختلف عليه، حتى هناك من هم في الداخل الإسرائيلي يسعون جاهدين لصفقة تبادل الأسرى، والمظاهرات كانت واضحة. الأغلبية لا تريد ذلك. تعليق سريع دكتور سمير، بنصف دقيقة أو أقل. نتنياهو. الأغلبية لا تريد نتنياهو، بالمقابل كل استطلاعات الرأي في إسرائيل تريد إسقاط نتنياهو، حتى المظاهرات التي تخرج كل يوم سبت تريد إسقاط نتنياهو. هو رئيس الكنيسة، رئيس الكونغرس في الولايات لا مش صحيح، أقول لك بالأرقام، ما تقوليش مش صحيح. آخر استطلاع للرأي 37 لجانتس و17 فقط لليكود. لا، كل يوم أقرأ الاستطلاعات أكثر منك بالمناسبة، 37 لجانتس و17 فقط لليكود. شكرا. يسقط نتنياهو سقوطا فاحشا بغض النظر، اعتقد 30 لجانتس. نتنياهو عزيزتي، ما فيش بغض النظر، يرفض الدولتين، ما فيش بغض النظر. انت احتكمت لاستطلاعات الرأي وانا بحتكم لاستطلاعات الرأي الإسرائيلية. دكتور سمير، هذا الدكتور استطلاعات إحسان. الرأي الإسرائيلية كلها جميعها تقول ان نتنياهو ذاهب الى جهنم. شكرا جزيلا لكم جميعا، كنت معنا من القاهرة، كنت معنا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس، ومن القدس المحلل السياسي يوني بن مناحيم، وكان معنا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت. شكرا.